السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي طلاب الصف الثاني ثانوي دارسين مقر الحي 217 الحياء 3، بإذن الله معاكم بدرس عنوانه خلايا النبات وأنسجته وتركيبه. معاكم بتكون عندنا مجموعة من الأهداف اللي حابين نحققها بإذن الله تعالى. الهدف الأول راح نتعرف إلى الأنواع الرئيسية لخلايا النبات، راح نلخص الأنسجة النباتية. يعني درسنا اليوم مشكون على مستوى الخلية ومستوى النسيج النباتي. خلية نباتية مميزاتها إن هي تحتوي على جدار خلوي، على عكس الخلية الحيوانية التي تفتقد إلى وجود الجدار الخلوي. طيب الجدار الخلوي في الخلية النباتية يحتوي على السليلوز، وهذه معلومات احنا كلنا عارفينها. تحتوي أيضا على فجوة مركزية، فجوة عملية تخزين الغذاء والفضلات، وتميز بوجود اللون الأخضر الذي ينبع من هذه البلاستيدات الخضراء البناء الضوئي. وهذه هي صورة الخلية النباتية مثل ما احنا عرفناها سابقا. الخلية النباتية وجد انها ليست نوع واحد فقط، وانما ثلاثة انواع. فالنوع الاول نسميها خلايا برنشيمية، النوع الثاني خلايا كولنشيمية، النوع الثالث خلايا تسمى بالاسكالر نشيمية. هذه الخلايا تعطي النبات وظائف مهمة، تقوم بعملية التخزين، تاج الغذاء، توفير القوة والدعامة والمرونة إلى النبات. راح ندرس كل خلية من خلايا النبات كل واحدة فيهم على حدة. تعريف الخلايا البرنشيمية، هي أول أنواع الخلايا، يتميز أنها شكلها كروية الشكل، ونلاحظ هنا من الصورة أنها شكلها تأخذ النمط الكروي. جدارها رقيق، نلاحظ سمك الجدار المشار إليه هنا، جدارها رقيق وتوجد في معظم أجزاء النبات، يعني هي الخلايا الأكثر انتشارا في النبات نفسه. مجموعة من الوظائف تقوم فيها عملية تبادل الغازات، يعني السماح بدخول ثاني أكسيد الكربون وخروج الأكسجين، تقوم بعملية البناء الضوئي، يعني فيها البلاستيدات. ونشوف هنا كما أشير لكم أن هذه الخلية لونها أخضر، معناتها تحتوي على البلاستيد اللي فيها صبغة كلوروفيل، تقوم أيضا بعملية التخزين. الحين النبات يقوم بالبناء الضوئي، ناتج عملية البناء الضوئي هو السكر، وهو سكر الجلوكوز، أبسط نوع السكر. النبات عقب ما يصنع هذا السكر راح يخزنه، لكن ما يخزنه في صورة سكر جلوكوز، إنما يخزنه في صورة النشويات، نسميها صورة النشا. زين، النشا هذه أيضا راح يتخزن في الخلايا البرنشيمية، ومثل ما أنا قاعدة أشير لكم، أيضا تقدم للنبات الحماية. وإذا صار تلف في أي نسيج من الخلايا فهي تقوم تتصرف وتعوض النبات بالنسيج التالف. عندها هذه الخلايا البرنشيمية مجموعة من المميزات والخصائص، إن عندها مرونة، يعني يحدث فيها انثناءات لكن لا تنكسر، ومثل ما قلنا جدارها رقيق، قادرة على الانقسام أي تعويض الخلايا التالفة، جدارها مسطح متراصة. لاحظ في الصور إن هنا كل هذه الخلايا متراصة جنبا إلى جنب، تحتوي على بلاستيدة وفجوات مركزية كما ذكرنا. نروح حق النوع الثاني، الخلايا الكولنشيمية، خلايا نباتية طولية الشكل. ها نشوف الصورة الحين هنا، لما أقول خلايا طولية الشكل راح أشير لكم هنا، ونشوف أنها تأخذ النمط الطولي. تقدم للنبات مجموعة من الوظائف، أنها تعطي النبات المرونة، غير اللون لش نصير عندكم واضح، عندها تعطي النبات مرونة وتعطي دعم للأنسجة المجاورة، وتعمل على استبدال الخلايا والأنسجة التالفة وإصلاحها. إذا تعطي وظائف جدا قيمة للنبات. خصائصها خلايا طولية الشكل، تأخذ النمط الأسطواني أو السلاسل، قادرة على الانقسام يعني تعويض الخلايا التالفة، جدارها هني بيكون سميك على نحو غير متساوي. مساعة في البرنشيمية قلنا جدارها رقيق، هني صار جدارها سميك لكن على نحو غير متساوي، يعني جزء
من الجدار قد يكون سميك وجزء آخر من الجدار من نفس الخلية يكون أقل سمك. هي تقدر أن هي تتمدد، وإذا تمددت ما يصير لها أي كسر. مثال على هذه الخلايا نحصلها بكثرة فيه اللي هو نبات الكرفس، ساق الكرفس. نروح حق النوع الثالث اللي هي الخلايا الإسكلر نشيمية. هي خلايا نباتية لكن لما تصل إلى مرحلة النضج ومرحلة إن هي حين صارت أكبر من الفترة السابقة، المهم إن هي راح تفتقد السيتوبلازم. يعني السيتوبلازم يروح وتصير مو بس السيتوبلازم تفتقده، أيضا تفتقد إلى المكونات الحية الأخرى عندما تصل إلى مرحلة النضج. من وظائف الخلايا الإسكلر النشيمية هي توفير الدعامة، وبعضها أيضا تقوم بعملية النقل داخل النبات. لاحظ هذه شكل الخلايا الإسكلر النشيمية، لاحظ أنها تعطي انطباع أن الخلايا هنا افتقلت إلى المكونات الحية. خلايا الإسكلر النشيمية نحصلها أو تنقسم إلى نوعين، قد تكون تعطينا خلايا حجرية وقد تعطينا ألياف. خلية حجرية يعني هي خلية غير منتظمة، وهي نفسها لنحصلها لما ناكل بعض الثمار مثل اللي هي الجوافة والأجاصة. هذه الخلايا الصغيرة هي عبارة عن خلايا حجرية، وممكن غلاف البذور هي داخل فيها الخلايا الحجرية، وظيفتها حماية والنقل. نشوف الألياف. الألياف تأخذ النمط الأبري الشكل المنتظم، ولها جدار أيضا سميك، وتستعمل في صناعة الحبال والأقمشة. الأنسجة النباتية، الحين نروح حق المخطط. الأنسجة النباتية، احنا خلصنا الخلايا، قلنا أول شيء خلية برنشيمية، كولنشيمية، إسكلر نشيمية، هذه كان على مستوى الخلايا. وبعدين ندخل على مستوى النسيج، والنسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا لها نفس التركيب ولها نفس الوظيفة. وبناء على ذلك وجدنا في النبات أربعة أنواع من الأنسجة. النوع الأول أنسجة مولدة، الثاني أنسجة وعائية، أنسجة أساسية، وأنسجة خارجية. راح نركز على أول نوع من أنواع الأنسجة المولدة اللي هي المريستيمية يطلق عليها، وممكن نحصل منها أنسجة مولدة قمية، أنسجة مولدة بينية، أنسجة مولدة جانبية. نشوف الأنسجة المولدة، قلنا أول شيء القمية، اسمها قمة، يعني نحصلها في قمة الساق وفي قمة السيقان وفي قمة الأوراق، وممكن نحصلها في قمة الجذور. تنتج خلايا تسبب النمو الطولي للنبات. لما يكون نمو من القمة المولدة نسميها النمو الابتدائي. أنسجة مولدة بينية نحصلها في عدة مواقع من السيقان. يعني افرض ان الحين هذه هو شكل الساق، نحصل الأنسجة المولدة البينية على طول الساق. طبعا تسبب زيادة في طول النبات، فالنبات يكون هنا زيادة مو بس نحو الأعلى، أيضا زيادة في نحو الأسفل لامتصاص الماء وغيره. أنسجة المولدة جانبية موجودة على الجوانب، فمثلا عندنا هنا ساق نحصل المولدة على هذه الجوانب، تسهم في زيادة قطر الساق والجذر. يعني هنا أقطار هذه النباتات راح تزيد أكثر. لما يحدث هناك نمو من الأنسجة المولدة الجانبية راح نسميها النمو الثانوي، على عكس النمو الأولي الابتدائي عفوا كما أشرت إليه. أنسجة مولدة جانبية تعطينا نوعية من أنواع الأنسجة، قد يكون الكامبيوم الوعائي وقد يكون الكامبيوم الفليني. نتعرف وين بالضبط مكان الكامبيوم الوعائي وين مكان بالضبط الكامبيوم الفليني. نروح حق صورة الساق كما هي ظاهرة، نشير إلى الأجزاء الكامبيوم الفليني والكامبيوم الوعائي، ومذكور هنا الحزمة، هي حزمة هي نفس الوعاء. لاحظ أن الكامبيوم الوعائي موجود داخل النبات،
والفليني موجود نحو تقريبا في الطبقات الخارجية. نشوف الكامبيوم الوعائي ما هو؟ هو عبارة عن اسطوانات رقيقة من الأنسجة المولدة. وين موجودة؟ على طول الساق وعلى طول الجذر كما هو واضح في الصورة. وظيفتها عمليات، تقوم بعملية النقل. كامبيوم فليني كما أشرت إليه ها موجود هنا في الطبقات يعني قريبة من الخارج. لأنها قريبة من الخارج معناته لازم وفرض أن يكون جدارها قاسي وتشكل الطبقة الخارجية، وهذه الطبقة الخارجية هي اللي تحمي الساق والجذور. خلصنا معاكم الأنسجة المولدة اللي هي كانت عندنا المولدة القمية، الأنسجة المولدة القمية والبينية والجانبية. ننتقل إلى النسيج الثاني وهو الأنسجة الخارجية اللي من ضمنها الشعيرات، البشرة والثقور. راح ندخل في تفاصيل عن هذه الطبقة النسيجية. لما أقول طبقة خارجية هي يعني البشرة اللي هي الكفر الخارجي للنباتات. نشوف هذه الصورة تمثل لنا مجموعة من الأنسجة النباتية الخارجية. نشوف أول واحد اللي هي الطبقة الشمعية. شمعية هي نفسها لما نقول طبقة الكيوتيكل. يعني شنو كيوتيكل؟ يعني مادة دهنية. إيش راح تفيد النبات؟ إن هي تمنع دخول مسبب المرض للنبات. يعني تلعب مثل تلعب دور الجهاز المناعي، تمنع دخول أي ميكروب لها. لأن هي مادة دهنية إذا تمنع أو تقلل من فاقد الماء. هذه كلها وظائف تقدمها الطبقة الشمعية اللي هي الكوتيكل. عندنا فتحات على مستوى الورقة وهي مثل ما تعلمنا سابقا ان هي الثقور، ونشوف الثقور هذه شكل الثقور في الورقة. الثقر عبارة عن فتحات صغيرة موجودة بالطبقة الخارجية لاحظ للورقة، وايضا السيقان، ومو اي سيقان، لازم السيقان اللي يكون لونها اخضر لتقوم بعملية البناء الضوئي، لان هذه الثقور تسمح بدخول ثاني اكسيد الكربون وراح تطلع اللي هو الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي. الثقور النبات تقدر تتحكم بهذا الثقور انه هو يفتحها ويغلقها حسب الظروف البيئية. يقدر يغلقها ويفتح هذا الثقور من خلال نشاط او حركة الخلايا الحارسة. ايضا من ضمن الأنسجة النباتية الخارجية مو بس كيوتيكل وثقور، ايضا عندنا شعيرات ورقيه. شعيرات ورقيه يعني نستنتج ان هناك شعيرات صغيره تحيط بالورقه، يعني هي نتوءات تشبه الشعر، تعطي مظهر زغبي وتساعد على الحمايه من الحشرات وحمايه من الحيوانات المفترسه. وهذه الشعيرات ما نروح نستهتر ونمسكها، لأن هذه الشعيرات ممكن تطلع لنا مادة سامة عندما نلمسها. بالإضافة تحفظ النبات بارد. إذن شلون تحافظ على النبات أنه يكون بارد؟ بحيث لما تسقط أشعة الشمس، مثلا عندنا أشعة الشمس راح تسقط هذا الأشعة على النبات. إحنا عندنا نتوءات صغيرة، هذه النتوءات تعمل إن هي تعكس أشعة الشمس. لما تعكس أشعة الشمس معناته تكون حرارة منخفضة، معناته النبات يكون بارد ويقل فقد الماء. شعيرات أيضا تكون على مستوى الجذر، نسميها شعيرات جذرية. مثل ما نشوف الصورة هذه كلها عبارة عن الجذور، ومن الجذور تطلع عندنا شعيرات جذرية. شنو يعني شعيرات جذرية؟ هي عبارة عن امتدادات هشة تخرج من خلايا البشرة الموجودة في وين بالضبط؟ الموجودة في الجذور. شنو الهدف من وجودها؟ لاحظوا ان هذه الشعيرات الجذرية تساعد النبات على زيادة مساحة سطح الامتصاص. يعني كفاءة الجذر في امتصاص الماء راح تكون اعلى وافضل في وجود هذه الشعيرات الجذرية. فعرفنا أنسجة مولدة، عرفنا أنسجة خارجية. راح ننتقل بإذن الله للنسيج الثالث وهو الخشب واللحاء. مثل ما تشوف هنا عندنا أوعية ناقلة يعني تقوم بعملية النقل. اللي عندنا نوعين مهمين، الخشب واللحاء. تفاصيل
الخشب واللحاء راح نعرفها ايضا من نفس هذه الصورة. لاحظ ان عندنا هنا لحاء، وبعدها بيكون عندنا الوعاء الناقل هو الخشب. الخشب نسيج خاص لنقل الماء والمواد المعدنية. ينقل الماء والمواد المعدنية من وين؟ أساساً الماء موجود في الأرض، إذا الجذور هي تمتص الماء الموجود والأملاح الموجودة في التربة وتنقلها من مستوى جذر إلى مستوى ورقة، يعني اتجاهها راح يكون، افرض أن هذه الجذور وهذه الساق، إذا اتجاهها راح يكون نحو الأعلى. شافوا أن الخشب أيضاً منه نوعين اللي هي أوعية خشبية وقصيبات. نروح حق اللحاء. اللحاء مثل ما شايفين هو نسيج رئيسي لنقل الغذاء والسكريات. إذا الخشب كان نقل فقط السوائل، هني ينقل السكريات. السكريات من وين جاية؟ جاية من عملية البناء الضوئي اللي وين تصير؟ تصير في الورقة. فذكر لك كما هو واضح نقل الغذاء من الأوراق، لأن الورقة فيها البلاستيدة تقوم بالبناء الضوئي، فينقلها من الورقة والسيقان إلى الجذور. يعني راح تكون العملية هنا عكس الخشب. هنا نفرض أن عندك ساق وعندك مثلا جذور، عملية النقل راح تكون من الأعلى إلى الأسفل، وممكن يكون من الأسفل إلى الأعلى. تراكيب اللحاء ممكن تكون عندنا أنابيب غربالية وخلايا مرافقة. ننتقل إلى الشريحة الثانية وهو اللي راح نركز على تفاصيل الخشب. الخشب منها عندنا نوعين قلنا، قصيبات وأوعية خشبية. القصيبات هي على الشكل الأسطواني، الخلايا أو الأوعية الخشبية لا، تكون هنا أسمك أو أكثر، قطرها أعلى من القصيبات، وكفاءة الأوعية الخشبية أفضل من هذه القصيبات. نشوف مع بعض اللحاء. اللحاء مقسم إلى اللي هو عندك الأنبوب الغربالي، وعندنا هنا فوق الصفيحة الغربالية. لو ناخذ هذه الصفيحة الغربالية ونطالعها بشكل عرضي كما هو مشار عندنا بالشكل اللي هو قطاع عرضي، لاحظ أن عندنا ثقوب تسمح بمرور المواد. مهم نعرف أن عندنا هنا خلية مقاربة للخلية الأنبوب الغربالي تسمى بالخلية المرافقة، تحتوي على نواة تسيطر على عمليات النقل وتنقل عادة العصارات. هذا كان درسي لكم للخلايا والأنسجة النباتية. أراكم إن شاء الله في درس قادم.